دروس اللغه العربيه لغير الناطقين بها الجزء الاول الدرس الثاني عشر سعاد السلام عليك ورحمه الله وبركاته البنت وعليك السلام ورحمه الله وبركاته كيف حالك يا بنت انا بخير والحمد لله من اين انت انا من الرياض ما اسمك اسمي امنه اين ابوك ابي هنا في المدينه المنوره هو موجه في المدرسة الثانوية. وأين أمك؟ هي أيضاً هنا. هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟ لا، أنا في المدرسة المتوسطة، وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ لا، ما لي أخت. ألك أخ؟ نعم، لي أخ كبير، وهو طالب بالجامعه ومن هذا الطفل الذي معك هو ابن اخي ما اسمه اسمه سعد اامك في البيت الان لا ذهبت الى المستشفى تمارين اقرا واكتب كيف حالك يا ابي كيف حالك يا امي اين ابنك يا زينب ذهب الى المسجد اين بنتك يا امنه ذهبت الى المدرسه لمن هذه الساعه الجميله اهي لك يا فاطمه نعم هي لي اهذا قلمك يا محمد لا هذا قلمك انت تلك السياره الجميله التي خرجت الان من المدرسه للمدير اانت مهندس يا اخي لا انا طبيب اانت طبيبه يا اختي لا انا مدرسه اقرا كل جمله من الجمل الاتيه ثم اقراها اخرى بعد تغيير المنادى كما هو موضح في المثال مثال اين قلمك يا ابي اين قلمك يا امي اعندك قلم يا محمد يا امنه اين بيتك يا استاذي يا استاذتي اهذا الدفتر لك يا علي يا فاطمه من اين انت يا اخي يا اختي اين ابوك يا خالد يا خديجه اانت مريض يا خالي يا خالتي اين بنتك يا عمي يا عمتي الك اخ يا حامد يا سعاد ماذا عندك يا اخي يا اختي السلام عليك يا ابي يا امي انث الفاعل في كل من الجمل الاتيه مثال خرج محمد من البيت خرجت امنه من البيت ذهب المدرس الى الفصل ذهب ابي الى المستشفى جلس الطالب في الفصل خرج اخي من البيت تأمل ما يلي: جلست الطالبة، جلست الطالبة، اقرأ الجمل الآتية: من الفتى الذي خرج من بيتك الآن؟ هو ابن عمي، من الفتاة التي خرجت من بيتك الآن يا محمد؟ هي بنت خالتي. لمن المفتاح الذي على المكتب هو للمدرس. لمن الساعة التي على السرير هي لزوج أختي. أكمل الجمل الآتية بوضع اسم موصول مناسب الذي التي في الفراغ الكتاب على المكتب للمدرس القلم في حقيبتي مكسور السياره خرجت من المستشفى الان للطبيب الجديد الكلب في الحديقه مريض الفتى خرج من المسجد الان ابن المؤذن تلك البطه تحت الشجره لبنت الفلاح البيت الجديد في ذلك الشارع للوزير الدرس بعد هذا الدرس سهل جدا من الفتاة؟ جلست أمام المدرسة، هي طالبة من ماليزيا، أتلك الحقيبة تحت المكتب لك يا خالد؟ لا، هي لصديقي محمد. الكلمات الجديدة العم أخ الأب. العمة أخت الأب الخال أخ الأم الخالة أخت الأم الفلاح مستشفى الولادة